مرحبا، معكم أستاذ راني أحمد. هذا الدرس 11 بدروس برمجة بلغة سكريبت سي إل على راوتر سيسكو. بهذا الدرس راح نحكي كيف نبسط عملية الإف ستيتمنت عبر الأمر سويتش. أوكي، قبل ما نشوف أي شيء، أوكي، بدي قبل ما نحكي عن السويتش هون بدنا نحكي عن المثل اللي أعطيناه عن القائمة اللي فيها 3 نقط. نحن بنحكي نطلع هون في عنا انه بنختار واحد من مجموعة واحدة، بس اذا نطلع بالكود هون تلاقي كل شوي بدي اكتب نفس الكلام. اوكي، شايفين كيف؟ كل مرة بقول if menu item تساوي 1، if menu item تساوي 2، if menu item تساوي 3. اوكي، السويتش بتقصر هذا الكلام، اوكي، وتخلينا نكتبه بهالطريقة. شايفين كيف؟ ولا شيء، ببساطة كتبت switch menu item، يعني كأنه جبت مفتاح لمبة وقعدت أقلب فيه. أوكي، فإذا إذا كان واحد فهيدي، إذا كان واحد هون، أوكي، إذا كان 2 يعني هون بحط القيمة اللي بلعم شارط عليها. أوكي، بس إذا كان 3 تمام فبينفذ لي الأمر اللي هون. متنساش تحطهم فراغ شوي بس منشان تميز المتغير اللي أنت عم بتحاول تشوفه بيساوي أي وحدة من هدول، تمام؟ وبالتالي بنفذ الامر اللي قدامنا. وهذا تشغيل نفس البرنامج، هي لسن 11، درس 11 سويتش. هي اذا مثلا انا واحد او 2 مثلا، كيف بنحمل البينج على 2، الواحد بيعمل لي اياها شو اي بي راوت، وهيدي الثلاثه اوكي هو نفس الكود، اوكي انا رافعه على الراوتر. اوكي، فاذا هيك فهمنا شو قيمه سويتش. اوكي، واتمنى تكونوا استمتعتوا في الشرح. اوكي،